عزيزتي عزيزتي انت مش عليك انت كلفي سحبتي في التليفون تليكم ما تخافش عزيزتي نمشيو للسينما نتفرجوا في فيلم لا نعديو السيركيلاسيون يزرب بليده فيلم شنو فيلم شلات شلات تونسي لا شلات انجليزي شلات باللازير يشلت في شنو كل ما تعرضوا كرتابه يشلتها ما يحبش الكرات مي لا سي سور تروماتيزي من القرايه سي با بوسيبل راه سي با بوسيبل مش معقول مش معقول عزيز اثنين بعدك الريق يشيح معاك وكل الوقت اللي عديناها على حساب قرايتي وعلى حساب خروجي وعلى حساب حياتي و اثنين حتى اسمك مش صحيح شو هما قد يجيبوا وانتم مش فيك ما تعديولوش يا اخي صاحبكم خوك ما مصطك عديولو حاجة ماري عديلي تي مرة أخرى في قلب الدفوار عيطت قلت له ماهر ماهر السؤال الثاني قال لي شبيه قلت له لا حد شيء سلم عليك أمان دقيقة باي كلام فيتا هاي داد بليز وين يو ار كومينج بيكوز اي فينيش ماي ليسن ان 5 مينيتس ثانك يو سي يو ان 5 مينيتس باي يا صاحبي باش كان يحكي شنو باش كان يحكي باللونجلي صار يحكي بين بيسيتو وكدنا لي واش تنقولوا فينا سامحوني يا سخيله دار حسونة اجا هنا انا حسونة عرفتك تو مرتي هي واش بيوجك مقلوب انت تي والله اللي ما مفجعني قبيله في الجامعه علاش قال قالك واحد كي يروح لدارو يزم يحمد ربي على المراه اللي عنده ويبوس لها يديها يا محليقه دي جونتي ما قالش لازم يزيدها في المصروف شكون الامام الامام بتاع الجامعة ما خالش بابا الموش معرس شيام اللي مش معرس يبوس يديه وسقيح متربي على النعمة اللي هو فيها قبل ما تهز يديه سمحني بتنوم منين مات شكوني هذي مامي عفا نروح اسمح دفورة قرب وانا خايفة انا بديت تريفز عش بنتي ليش جست خايف عادي سمحني ما لقيتش كرهبتي حتى انا كيفك عندي حلمات بيزاخ نتمنى روحي نهار نحلم بحلمة نورمال مش قاعدة سهرة في عرس وفي الصالة جماعة تكور ويشق علينا ترين وفيه فكروني تكيف ومن بعد نهبط نلقى درشنوة حسيني لازمني معاش نشاور لاباس انت اش تعمل هنا؟ شنو تقري فيه؟ تسطك لي في الولاد زي تحب تزطك لي البنيه؟ لا مانيش قريها شكونك ساعه انت بالضبط؟ تقري في عزيز انت اللي تقري في عزيز؟ اي عزيز ولدي؟ اي هو ولدي تو ولدي؟ بديت كونفيرمي اي وين هو تو؟ في بيت الراحه فهمتش علاش سموها بيت الراحه الناس تتغسل نهار كامل فيها تاع شكون؟ ولدينا ترى بتاع عزيزه فيسبوك متاعو محلول كنترول تيا هو شنيا تعرفش كتب خوك سيتياسيون أموروز كومبليكي لهذا اللي يحكي عليك انت وما سلسل عنده صاحبته اسمها ففو ففوتا جلغو جلغو توجه كالمعزة سلسل عنده أمي أونكو ما هو خالك سوسو خنفوسو وانا اقول شبيه خذا راحته في بيت الراحه سنة اسمع هذه اسمع صاحبه عمره 9 سنين شوش كاتب حاطط ستاتيو كاتب تألمت ثم تململت ده اللي مازال كتار جديد هذايا ما قالش نجم نعقو ما زياك شويه ما قالش نجم نعقو
نعاودوها الكلاب. قال لك واحد كي يروح الدار ويسمع تقول الفيروس 14 سور 1 بروميير. يا والله حال ككره ونميريك نميريك يضربوا ككره ولي استنى فيها مش ضحكني دغدغه ولا ولا كما نحكي لك وتوفى الحكي حشل حتى انا كيف يلا اتونسيون كان سكتوا راه خطف التوأ